نظام الحياة في مجتمع ما، بمعنى انه النظام الغذائي او الرياضي هل ممكن يكون له دور في تجنب الاصابه بالعقم في دي المستقبل؟ حقيقة يعني، دي حقيقة. أنا قلت لحضرتك إن زيادة الوزن يعني اللايف ستايل ده بيزود الوزن، يعني الناس دلوقتي ما بتمشيش، كله بيركب عربياته وبيركن جنب تحت البيت وما بيتحركش. الناس حتى لو بتروح النوادي ما بتتحركش، بيروحوا يقعدوا ويشربوا وياكلوا. وياكلوا. فيعني احنا كلنا بصراحة بنعمل كده يعني، حتى أسرنا كلها. فحتى النادي ما بقاش مكان لممارسة الرياضة، ما مكان للقعدة، يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون، يشربوا حاجة وياكلوا زي ما حضرتك بتقول، ما فيش رياضة يعني. فده حاجة. الحاجة التانية، الناس بقى زي ما قلت لحضرتك، زمان الناس كانت بتطلع سلام، دلوقتي كل العماير بقى فيها أسانسيرات، ما حدش بيبذل مجهود. فده لوحده، فمفيش رياضة ومفيش مجهود، فده بيساعد جدا على زيادة الوزن. نوعية الوجبات اللي بتتاكل، الوجبات السريعة، الناس برضو كتير اللي بتشتغل بتبقى عايزة تاكل أكل سريع وجاهز عشان مش فاضية، دي برضو بتزود الوزن، وكمية الدهون دي بتزود بتقلل الخصوبة في الراجل وفي الست. التدخين طبعا بيأثر على الخصوبة في الراجل وفي الست، أو أي مشروبات تانية. طبعا فالحاجات دي كلها طبعا، ده اللايف ستايل والنظام، كل ده بيأثر.